السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. مقاطع فيديو حذفت من قبل اليوتيوب. مرحبا حكوى والنس. كما تعلم تصف إرشادات المنتدى لدينا المحتوى الذي نسمح به ولا نسمح به على اليوتيوب. الفيديو الخاص بك، برنامج الماء الساخن للتعامل مع، تفهموها، تم الإبلاغ عنه لنا للمراجعة. بعد المراجعة قررنا أنه ينتهك إرشاداتنا وأزلناه من اليوتيوب. نعلم أن هذا قد يكون مخيبا للآمال، ولكن من المهم بالنسبة لنا أن موقع اليوتيوب هو مكان آمن للجميع. إذا خالف المحتوى قواعدنا نقوم بإزالته. إذا كنت تعتقد أننا ارتكبنا خطأ فيمكننا الاستئناف وسنلقى نظرة أخرى. تابع القراءة لمزيد من التفاصيل. المقطع الآخر، رسالة يوتيوب. مرحبا هاكو ونس، كما تعلم تصف إرشادات المنتدى لدينا المحتوى الذي نسمح به ولا نسمح به على اليوتيوب. الفيديو الخاص بك، شفاء أشخاص من مرض، افهموها، مع العلاج بالماء الساخن الجزء الأول. العلاج بالماء الساخن تم الإبلاغ عنه لنا للمراجعة. بعد المراجعة قررنا أنه ينتهك إرشاداتنا وأزلناه من اليوتيوب. نعلم أن هذا قد يكون مخيبا للآمال، ولكن من المهم بالنسبة لنا أن موقع اليوتيوب هو مكان آمن للجميع. إذا خالف المحتوى قواعدنا نقوم بإزالته. إذا كنت تعتقد أننا ارتكبنا خطأ فيمكنك الاستئناف وسنلقى نظرة أخرى. تابع القراءة لمزيد من التفاصيل. طبعا خاطبنا اليوتيوب مرارا لكن دون جدوى. لذا رسالتنا لك للمشاهد ولكل مشاهد، ورسالتنا للعالم، كل من يستطيع قراءة هذه الرسالة من أجل الاستمرار في مواصلة هذا المصير. نعلم أن كل من يعترض على مستوى الفردية أو من قبل مؤسسة خدمية أو جهة رسمية تمثل معد القوانين والأنظمة والإجراءات، فهي جميعها لا تهدف الطرف الآخر لأي سبب كان، بقدر أن الموضوع ينظر إليه إما غير مستوفي أو قد يكون له ضررا على المجتمع. وبهذا نرجو من كل من يشاهد هذا المقطع عدم الإسراع بكتابات سلبية، بل الاستمرار بالمزيد من الكتابات الإيجابية حتى نستطيع جميعا التكاتف من أجل النفع للجميع، خطوة على خطوة نحو مواصلة تسلق جبال الحياة اللانهائي، نفعا على الأمة البشرية أجمع دون أي قصر أو تمييز أو استثناء. العالم
ما زال به خيرة لا تعد ولا تحصى. يرجى الإعجاب والاشتراك والنشر وتقديم تجربتك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.